سبحان الله، شعب الفلبين شعب طيب، وهذيلة من أهله وما شاء الله عليهم أسرة طيبة. How old is he؟ المتوفي ايه وراحل. أنا آسف، أول أنا مصاب بالدلتا. لا حيرك. Speak English؟ عربي. عربي. What is job؟ أنا داعي الفلبيني. ما شاء الله. أي لجنة؟ لجنة تعرف الإسلام. ما شاء الله ما شاء الله. وهذا أثر إسلامي أنا في اللجنة في التعريف الإسلام. في سوق في شارع فهد السالم. عندنا فروع كثير. في البحرين في البنغا. الله المنقى في هناك مسجد الوالد سيد يوسف الرفاعي سينام شاطر الرفاعي معهد الإيمان الشرعي مسجد أنا درست فيه السبعين. What is job before؟ أنا؟ No هذا عيسى تيدي رافي. هذا في الشركة. شركة. What is died about what؟ بس حتى تك. الله رحمه الله الفاتحة. يعني now 10 years he became Muslim. 2022. الله سنتين. وراحل أمرا بعد. الله مسي. وزار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مدينة. أيه. الحمد لله. حج؟ لا أمرا. أمرا. أنت إن شاء الله تحجوا مكانه. إن شاء الله. يا رب يا رب. وأسرته هنا is married or single؟ هو single. الله. في له أقرباء هنا؟ لا ما في أقرباء. ونحن أقرباءه. الله أنتم البركة. شعب الفلبين. كان الله يرحمه ماي فاميلي علي الرفاعي السيد علي حسين ابرم كله. اي والله الشباب يعزوا. يقول كما استكى سلام بكو. السلام عليكم. اي والله وعليكم السلام. هذا اخونا في الاسلام. يا رب يا رب الفاتح انه يرحمه. وله اقرباء هنا في دوله الكويت؟ لا ما في. الله يا رب يا رب الناس تعزيهم. وام مسلم دخل الجنه. كان الوالد سيد سروع يقول كل صباح مساء يقول اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. سبع مرات سألك الجنة ونعوذ الجنة. وهذا كتاب الوالد سيد يوسف الرفاعي عن الإسلام كان يطبعه منذ 60 ألف منذ 1960. الله ما شاء الله. وأنتم كم عدد المسلمين هنا في الكويت الفلبينيون؟ يعني 10,000 هلا برندي. والمسلمون داخل الفلبين كم عددهم؟ أكثر من 10 مليون. يعني 10 بيرسون؟ 10 بيرسون. الله الحمد لله مبروك. اللهم انشر الإسلام السمح في كل بقاع الأرض. قولوا آمين. آمين. فاتحة. What's your name؟ أنا داعية أبو البشر أميرون. ما شاء الله، كم مسلم أسلم على يدك؟ كم سنة داعية؟ أكثر من 10 سنوات. مبروك الفردوس الأعلى. أنا موجود في الكويت 1989. الله 1989. من أسلمت على إيد من ولا بالأساس مسلم؟ أساس مسلم. ما شاء الله مبروك. من أي مدينة في الفلبين؟ مدينة مراوي. مراوين عن مندناو؟ من مندناو وهذا من مراوي. مبروك. يا رب انشر الإسلام في بقاع الأرض عشان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شفيعنا يفرح. انشر الإسلام وحتى الممات. يا رب يا رب. والله هاي رجلة التعريف بالإسلام لها أيادي بيضاء إن شاء الله. مثل لجنة إعانة المرضى في لجان يعني خدمت وكثير إن شاء الله. كم واحد أسلم فيها اللجنة؟ هلا سيدي هذا مديرنا. اي والله انا ودي اقابلك ولا ما تقدر؟ اي والله اقول كم واحد اسلم؟ ما شاء الله فوق ال 95,000 من ال 78 تشتغل لجنه تاريخ الاسلام في الكويت. الحمد لله رب العالمين. برمضان اللي طاف اسلموا 2000 تقريبا 582 شخص. والعام تبارك الرحمن 2801. ما شاء الله. يا رب هذا كتاب الوالد الاسلام اعطيته منه نسخه. اي والله الوالد سيد يوسف هاشم الرفاعي كان وزير وعضو منع الخمره في الكويت. ولو شكرا بالمنصوريه. كان اول يستمون عنه انا رفيج اوس الشاهين. ايوه والدختي اخو الناب وسامع يسمع الشيخ. الله يحفظك حضرتك والعضيد الله رحمه الله عليه. قابلتكم في الشاميه. الله صح. اي والله اسمك الكريم؟ انا عمار الكندري. ما شاء الله انت عضو المستقبل انت واوس. الله يبارك. اقول انا اسالهم الحين منو رئيس اللجنه الحاليه؟ انا مدير اللجنه.
الله. والدكم شنو اسمه؟ عمار دكتور علي الكندري في كلية الشريعة والقانون. لا معروف في علي الكندري بعد اللي رشح. صحيح هذا في التاريخ. صحيح. زين كان مؤسسها هي مسجد الملا صالح. نعم ما زلت دائما في الملا صالح. منو أسسها لتاريخ دولة الكويت؟ تأسست 78 بس كثير يعني مجموعة من الناس منهم الله يرحمه الشيخ نادر النوري منهم مجموعة من الشباب الكويتيين تذكرهم؟ اي والله الحين ناس الأسامي بس مسجلهم عندي والله بالكوبيديا وكبيديا موجود كبيديا مو حاطين بس نضيفهم إن شاء الله. ومنو قبلك الرئيس؟ اي بي سي قبلي إبراهيم البدر. بدر اي نعم إبراهيم الجناعي ولا لا؟ نعم وقبله؟ وقبله طال عمرك تسمي. عثمان الفويني. اي نعم قبله فريد العوضي. الله قبله بعد من عشان اخبرك شكرا ابو احمد عبد العزيز العيج قبل شو اسمه فريد العوضي وقبلهم ما شاء الله جمال الشطي وقبله الانصاري وقبله بعد تبارك الرحمن من كان قبل الانصاري بعد الراشد صالح الراشد. صالح الراشد توني بقول صالح الراشد ايوه كان مدير اللجنه في السابق في التسعينات. والدكتور ابراهيم الرفاعي بن عمله كان معاكم؟ نعم اي والله دكتور علي الهديل ما يحتاج. وكان الخليفي معاكم؟ من الخليفي؟ دكتور ابراهيم. ايه يجينا بس يعني مو من ضمن الاعضاء. والدوله دوله الكويت حكومه الكويت مقره داعمه لكم يعني من الامير لاصغر طول العمر الشيخ مشعل يعني والله الوزراء سالم رئيس الوزراء القادم الدكتور احمد عبد العزيز امين دار الصباح حق وحقيق هي دار الاسلام والله مبطلين الابواب احنا فرصنا موجوده في الكويت غير عن باقي دول العالم كله فضل رب العالمين دائما احمد ربي بلدتهم طيبه ورب الاسلام ونعمه الكويت. وانت بالاساس اين تعمل؟ أنا كنت أعمل في الجامعة والآن أعمل فول تايم في تاريخ الإسلام. الله وين دكتور؟ في أنا كنت دكتور في الجامعة العربية المفتوحة. ما شاء الله اللي صاحب العثمان. أيوة. اي والله هم نابغه هذا من النوابغ الكويتيه ما شاء الله انا تابعيني رساله بسالك هذا اللي اسلم الحين اسرته او عائلته تتابعونهم برا بالفلبين؟ نعم تواصل وياهم كانوا يبون يدفنون هناك لكن الحمد لله اقنعهم ان الوضع يعني اكرام الميت دفنه وكذا وان يدفن في الكويت. ويقدر احد يساهم حق معيشه اهله؟ نعم نعم نعم. شنو تليفونكم او موقعكم تعرفون؟ ibc.org.kw. اي نعم شكرا جزاك الله خير. فيقدرون يتواصلون وياه الارقام الساخنه موجوده اللوكيشنز يعني موجودين في كل مناطق الكويت من شمالها لجنوبها. الحمد لله. كم فرع الحين لجنه التعليم الاسلامي؟ عندنا 17 فرع ومكتب ما شاء الله. اي عندنا بالعبدلي وبالوفره وبشب والجهره والمنقف صباح الاحمد الصباحيه خيطان الفروانيه الروضه السالميه. هلا سيدي منو بسألك اللي يسلم تكلفته كم؟ احنا طال عمرك احنا مثلا الداعيه اللي يدعو الى الاسلام كفالته 3000 دينار في السنه. الله. وكذلك الطالب اللي اول ما يسلم ما نهده كذي هم لازم ندخله في كلاسات الفصول الدراسيه 25 دينار في الكورس. الله. يدرس 12 ساعه. شوف الاجر يا الفصول. اي نعم مبروك هذا داعيه كويتي كبير. اي والله خالد اسنان. خالد ولا احمد ولا نبيل؟ نبيل احمد اسنان. هذا السيد الدكتور عمار علي الكندري هو مدير لجنه التعريف بالاسلام وتوفي اليوم عيسى تيدي رافائيل من الحمد لله. كان الوالد كله دواني يقول الله مسلك الجنه نعوذ بك من النار. لا كان يقول لي قال صلى الله عليه وسلم اي عندما اسلم ما شاء الله رضي الله بك رضي الله عنك. زوجته الكريمه ايضا داعيه. انت اسلم على يدك احد سيدي؟ كندري. والله الله يكرمنا يكتب لنا الاجر والله. انت سيدي الاسنان. ان شاء الله يكتب لنا الاجر ان شاء الله. احنا نوزع الكتاب يمكن يسلمون. بس الوالد كان منصور ينطقون الشهاده عنده كان عندنا دعمنا السيد عيسى الرفاعي والدكتور نجيب سالم وغيرهم يقول الصبح يقول ودوهم العدل كان ما في. اي والله يا رب يا رب يا رب انك تتقبلهم. هلا هلا والله بالاستاد الجليل والاستاد اي والله المصباح نبي ندخلك بالحوار ممكن؟ مهتدي فلبيني اسلم من سنتين والحمد لله. ودك تدش بالحوار؟ اي والله جزاكم الله خير. هلا هلا بالشيخ سيد المصباح. انت من مؤسسين وزاره الاوقاف الاسلاميه. التعريف بالاسلام لها فرع في الوزاره. هلا سيدي مالها فاتحه في احد اسلم على يدك؟
ديانه إيه؟ لا فيهم خير بركه ان شاء الله يا رب الله يوعدهم يا رب ان الله يتقبلهم والفاتحه. العزاء وين العزاء؟ هم الان في المقبره لا عندي اهل هم ربع والدعاء يا رب انت ضمنت الفردوس مبروك يا سيدي الله يتقبل امين الله يتقبل امين ويجعل لنا ستر وفضل امين. شكرا سيدي شكرا سيدي وجهك منور ما شاء الله الله يخليك.